هتروح ليه؟ اهدي. طب اعمل ايه في السحليه اللي لسه مولوده دي دلوقتي؟ انا مش عارف الجرأه دي جايبها. يعني رقاصه مثلا؟ مثلا رقاصه حضرتك؟ انا يعني رقاصه؟ ايوه. ده انت كبيرك سجاط، رقصت ايه؟ ما تتكلمي على قدك. انت مالك بيه؟ انت يا مادموزيل من فضلك بقى احترم نفسك. انا غلطت في ايه؟ بقول لها يا مادموزيل ولا كلمه. وصلت الشتيمه كمان ولا يا مس من فضل حضرتك؟ بتشتم يا ولا؟ لا واخدنا على بعض ولا؟ انا بقول لك يا مس، انا ما غلطت. الله يا جزمه. ايوه. طب انا اعمل ايه حضرتك يا انسه على الريحه؟ اعمل ايه انا؟ اهدي حضرتك، انا عايز افهمها ان هي يعني انا داخل عشان اتكلم معاكي. ايوه اتكلمنا خلاص. بتروح ليه؟ لا تحس ان بقها فيه غيرك، الكلام بيلزق بعد عنك. بتروح ليها؟ لا. قوليها تاني كده. قوليها تاني كده. هلا الترجيع اللي انت قلتيه ده من شويه حضرتك؟ لا انا مش عايز استفرغ دلوقتي. لا انت عارفه حضرتك انا ما انكرش بجد انها اثرت فيا، يعني حصل، عارفه التاتش اللي بيحصل بين اي بني ادم وكلب؟ عارفه حصل ساعات كده، عارفه فيه بيبقى بين البني ادم والحيوان ساعات بيبقى فيه لينك كده. اسمحي لي حضرتك اعترف لك بسر في منتهى الخطوره، احتمال اكون اول ما دخلت فعلا اتشديت ل انسه نص سوا دي، بس لما ركزت شويه حضرتك بجد انت فرقتي معايا. يعني انا شفت كتير، انا شفت جميلات العالم، اول مره اشوف كده، فحصل ان المشاعر اتحركت فالقلب دق، وانت لو حطيت ايدك على قلبي هتسمعي قلبي يعمل دوم تم تك تك دوم تك تك حبيب حياتي ما يعني، عارفه في فيديو كليب شغال جوه في المشاعر، فحضرتك جربي تحطي ايدك على قلبي وانت ما ايه عادي. إيه اولا ده مش قلبي، ثانيا ميه مش سقه، هعرق ايه كركديه خلاص غير احراج، مش لازم فضايح يعني، مش ممكن حاجه عجيبه جدا. بصي حضرتك انا هحاول اوضح لك المعلومه. ايوه. انا مشاعري اتحركت تجاهك. ايوه. واتمنى ان اكمل نص ديني وتكملي معايا المسيره في حياتي السياسيه اللي انا ماشي فيها. ايوه. انا اتاثرت بيكي جدا، يعني حاسه بيا انت ولا؟ ايوه. انا بقول لك كلام حلو، ما بقولكيش تعالي نكسر شقه يعني، ما في ايه؟ ايوه. انا شفت اجمل جميلات العالم. ايوه. لكن اول مره اشوف الزباله دي مجتمعه في فرد واحد. لا ده كتير علي، ده كتير والله. لا يا ولا ده كتير. يعني حضرتك مبسوطه من اللي انا بقوله؟ ايوه. انت شيء حقير، انت بكتيريا. لا. انت فيروس. لا. انت فرده بات شمال معفنه مرميه في خرابه ملعوب بيها 600 ماتش على الاسفلت. انا كده هتغر والله العظيم. لا تغر. لا ولا لا ده كتير والله. حضرتك ايوه. اوكي اسمحي لي اتكلم معاكي بصراحه اكتر. ايوه. حضرتك انا لفيت العالم كله. ايوه. اللي كل يوم ياكل حاجه حلوه حاجه حلوه نفسه بتجزع، عارفه؟ يبقى نفسي ياكل كرتون ورق زباله اي قرف يقف جنبه. يعني انت يعني اكتر حاجه مقرفه شفتها في حياتي. ما تكسفنيش يا ولا. عارفه حضرتك الناس؟ والله ولا ما تكسفني. ده انا خارجي دلوقتي اتزغرتي من الفرحه. ايوه. عارفه حضرتك الناس اللي كل يوم تقول لك انا بفطر لبن نص دسم عشان معدتي وخلي من دسم، او اخد زبدو على الفطار. زبدو يعني مش انا غلط زب ها؟ ما انت اخرك الجله طبعا، انت عارف الحاجات دي منين؟ ايوه انا اعرف الجله، انا بلمها. اما هي همبرجر بالنسبه لك طبعا لازم تلميها. ايوه شغلتي يا ولا بلمها. فخوره بشغلتك قوي. أيوة. يعني شغلانه تشرف قوي يعني. ايوه حضرتك انا افهمها الزبادو ازاي يا انسه؟ بس عندك تلفزيون؟ ايوه. بتشوفي اعلانات؟ امال ايه. عارفه حضرتك البنت اللي بتطلع مشاعر طويل وتبرق دي اللي تقول لك زبادي زبادي؟ ايوه مش البنت دي اللي بتعمل حاجات دي؟ ايوه وكانت خيلانه بعد عن زبادي زبادي. وجيلي كلها على قد سني. على قد سنك مش على قد سن اللي جابونا، مش غصب هو يعني، مش معقول يعني، ده كتير قوي اللي بيحصل. التمثيل رحمنا يا ست من الحنفيه اللي كانت بتنزل لك منها، والبوتاجاز والفرن. الاعلانات اليومين دول بصراحه بقت يا انسه بتلم. الاعلانات بتلم؟ ايوه. على اساس ان البيت طب بالنسبه لل انا بستحمى وبمرش جسمي بلاكس. ها
البلد كلها بتقولها لوكس عادي، بس تقول لك لوكس ليه؟ اصل متعلمه بره القاهره، فين؟ في البدرشين، قريبه مش بعيده يعني. محطتين من الجيزه. عجيبه جدا. انت عارف اللي هو حاجه سبيب سبيب؟ وينط من شلال ويمشي مع زرافه هركليز يا ولا. الحمد لله ايام معدل. المهم ان انت فهمتيني. انا فهمك من الاول. حاسه بيا؟ امال الواحد لما كل يوم يفطر نص دسم بيزهق، بيبقى نفسه يقعد في الزريبه نفسها. إيه؟ فما بالك لو 80 جاموسه واقفه جنبه؟ ايوه انا طازه. انت فهمتيني، نخلع من هنا انا وانت بقى. ايوه ونروح والله وانت ابن حلال والله. نعيش حياتنا. بس انت لو ما شلتش ايديك انا هطلع مصارينا كلفها حوالين مناخيرك تدلدل من عينيك. ده مجدي يعقوب ما يعرفش يعمل العمليه دي. أنا أعرف. لا اتكلمي على قدك حضرتك، عشان بصي انت مالكيش دية. ها؟ يعني مالكيش دية، اوكي؟ شبشب 44 على دماغك طار الراس بتاع النملة، عارفة الجو ده؟ لا صرصار ولا ايه؟ صرصار بعضلات، تكت شوفي العود والعود من فضلك. ما العود وعودك يا واد. شوفي حضرتك السايز والسايز، حضرتك شوفي انا يعني الزاز ده؟ ده انت لابسة دور في رجلك، بقول لك ايه؟ دور ايه؟ خليكي في حالك حضرتك عشان تبقى ليلتك هتبقى سودة، شوفي عودك وعودي. مال عودك يا ولا؟ فاكر نفسك انا رمز ولا ده؟ مال عودك ده؟ عندي رمز استثناء، في كائنات تانية عايشة معاه فوق، هو ما يعرفش اللي بيحصل في الكرة الأرضية، ما عندوش فكرة خالص. أمال لا، شوف عودك وعادي 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 وعادي. لا لغاية العود وبلاش تريقة. لغاية العود وتكر وأنت بتتكلمي بقى. تك تك إيه ده؟ تك تك إيه؟ لا خدي بالك وأنت بتتكلمي، اسم الله على العود بقى. أهمال العود بقى. اسم الله اللي تقع من على السرير تاخد تلت ساعة لما توصل لأول جزمة على الأرض، في إيه؟ لا بتفسح في النص ولا بروح ثانيه. شبطانه في اي ملايه تقابليها، خليكي في حالك. لا انا في حالي. امبارح يا انسه كانت بتحط قطره، قالت انا كده استحميت وتلفت بكلينكس واتخمدت، مش عايز دوشه. لا يعني مش عايز دوشه. انا مش بعمل. همد ايدي عليك، همد ايدي عليكي. هضربك يا واد. همد ايدي. لا اتكلمي على قدك بقى. هضربك يا واد. شوف العنف، اتكلمي على قدك بقى. هضربك يا ولا. اسود على الباب. احترم نفسك يا ولا عشان هضربك. ما تتكلمي على قدك. انت يعني اللي هترقصني؟ اللي خلاني رقصت مباحث العالم كله مش هعرف ارقصك. ايزي يا شربات. ايه ده؟ انت عرفت اسمي منين يا ولا؟ بعد نظر يا بنت، بعد نظر. وان عشقنا فعذرنا ان في وجهنا نظر. ايه ده ايه ده؟ وبتغني كمان؟ وبعزف كمان. ايوه يعني قلت ايه؟ بعزف كمان. قلت ايه؟ جيتار ربابي. لا رمامي ومش عايز غباوه. انا خلق ايديا. هات واحد مقاسك يا ولا. معلش معلش رحمتك. طب انا اعمل ايه حضرتك؟ معلش. يا انسه تنوى، ينفع الكلام ده حضرتك؟ انت اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ ايه؟ اسمي مفتاح. وحتى التريقة ايميلي سماك كده يا قفل ويا ترباس، وماما اسمها كالون، وابوك السقا مات، ما كنتش بروح الحضانه من تحت راس الجمله دي. عايزه ايه بقى؟ ما كملتش تعليم. لا انا كنت اقول لك حاجه تانيه. في جديد نازل السوق؟ يحبسك في ميداليا. اوعى. حلو يا بنت حلو. ممكن نعرف ايه حكايتك بالظبط؟ بص يا ست، اللي جابك هنا هو ده السؤال اللي نفسي اتساله من ساعه ما دخلت المكان ده. حكايتي يا أليسات تتلخص في أربع جمل. مسافر بقالي سنين، بناضل، أكافح، بعمل شغل سياسي على مستوى العالم. ليا صديق عمري ما شفتوش من يوم ما سيبنا بعض وسافرت. رجعت من السفر 48 ساعة بالعدد عشان أشوفه، مش عارف عنوانه فين. بفتح الجورنال بالصدفة الصبح لقيت صورته في صفحة السينما، هيبقى واحد من ألمع نجوم التمثيل في العالم العربي. خدت العنوان وجيت على هنا عشان أسلم عليه وهتشوفه صاحبي هيقابلني إزاي. صاحبك مين؟ صاحبي مين وعايشين؟ في حد في العالم العربي ما يعرفش النجم اللامع عادل رأفت؟ ايه اللي حصل؟ صيعة. عادل رأفت؟ ليه يا عادل؟ ليه يا عادل؟ عملها الندل؟ ليه؟ ليه؟ ما الجينات الطويلة دي ما تلاقيهاش في أي حتة. ما هو الاتنين بيمشوا ياكلوا شجر تقابلوا فوق، فخلاص. ماسكة بطنها البنت، ماسكة بطنها. ألف سلام. بطنها هي حضرتك مش بطن أنا. أيوه. خلاص خلاص حمد ربنا إني جيت في الوقت اللي كسر يتدغدغ، مش هنقعد نصلح لسه. خلاص خلاص خلاص. هو أذاك يا بنتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو رحت للدكتور؟ لا حول ولا قوة. قال لك إيه؟ أنت أنت بتستعبط يا بنت، أدخل واحدة أخرج اتنين؟ هتقولي عادل رأفت. ماله مال الجحش اللي لسه مولود ورايا ده يا ربي؟ ليه عادل تبوظ السلالة الطويلة بماينس 2 حقيرة تحت الأرض؟ حول الله يا رب. طب حضرتك أنا أفهم إيه؟ دي ماسكة كلها، أنا أفهم إيه دلوقتي؟ يا أنسة، يا شيتا، هو عارف يأذيكي؟ رحت الحيوان يعالجك؟ أيوه. وقال لك إيه؟ أنت
لا انتوا بتستعبطوا، انتوا الجوز، هاتوا لي عادل رأفت حالا لالطم على وشي. ايه ده؟ هو اذاك؟ رحت اتضايق؟ قالت لك ايه اتضايق؟ اتضايق قالت لي ابوس رجليك وهاتوا لي عادل. ايه ده يا ولد؟ شربات مش هتنفع تبقى باكينات. هتنفع، دي بنت طاقه وطبق طابور. يعني ايه طبق طابور؟ يعني صوره تبقى القصر من باكينات. انت كل ما تشوف واحده عايز تعملها باكينام. دي بالذات لازم تبقى باكينام. اه فكرتني، واحد صاحبنا اشتري فيلا عشان صاحبتنا باكينام. طبعا كان لازم اشتري الفيلا عشان خاطر باكينام. باكينام دي اكتر حب حبيته في حياتي، ما اقدرش انساها ابدا. حبيتها من كل قلبي، ما اقدرش انساها ابدا. ياما كنت اقف بعيد وهي قاعده على الكرسي ده واتوه في عينيها، وحشتني قوي. وكانت بتقعد على الكرسي اللي هناك ده كمان. كانت تقعد هنا وتقرا احلى قصص الحب، وكنت اسمعها واتوه فيها وفي عينيها. وحشتني قوي. كل حته فيها بتفكرني بباكينام، كل حته في الفيلا بتفكرني بيها. كانت بتمشي هنا وبتمشي هنا وتدخل من هنا وتخرج من هنا وتنزل من على السلم ده، ازاي انساها؟ كان لازم اشتري الفيلا. كنت قاعد على كرسيها اقول لها عصيرك جاهز يا هانا. اهو الواد عزب شغال، والان المفاجأة الكبرى. باكينام، تقبلي تتجوزيني؟ انت مين انت؟ ابن مين انت؟ اسفو عليك يا نادر. عشان كده اشتريت الفيلا، وكان لازم اشتريها واخد طاري من الزمن واشتريتها. مش هتنفع. هتنفع. اسمع كلامي. بقول لك هتنفع. مش هتنفع. وانت كنت تنفعي ايه؟ بس انا هفضحك قدام كل الناس. بس البنت دي يا حضرات بس كانت بتبيع كلينكس في اشارات المرور. انا كنت ببيع كلينكس؟ يعني ايه كلينكس؟ مش عارفه يعني ايه كلينكس. نسيت ايام زمان تمشي بالعلب بين العربيات. علبه يا بيه، علبه يا هانش، دفعني بجنيه يا بيه عشان خاطري يا بيه. كنت اشوفها وهي جايه عليا، كنت اقفل ازاز العربيه بسرعه. كانت تيجي تلزق على الازاز وتريل على الازاز. كنت طبعا بضطر اشتري منها، وكانت تبيع كلينكس وهي لابسه بنطلون بيجامه رجالي لحد هنا. ايه ده؟ كان بتاع خالي. ما هو ده اللي لفت نظري. ايه البنطلون؟ لا الفطيره اللي كانت على البنطلون. ترى يا عمر! اهو عمر طلع اهو. ده ميلاد على الرصيف، بنزعل اكل عيشنا احسن من السرقه والتهجيس. انا سرقه والتهجيس؟ تعالي هنا. لا تعالي هنا. لا انت عايزه تتعذبي زي زمان. بس انزلي. انا مين يا بت؟ عزب شديد. انا مين؟ عزب شديد. انزلي. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. انزلي. نعم. انا مين يا بت؟ بو 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 تحت. اه نسيت. انزلي. ها انا مين؟ عزب شديد. عزب شديد. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. قولي لهم انا مين؟ عزب كلينكس. بت انا عزب شديد، وكل العيال اللي بتتنطط هنا دي اخبارها كلها عندي، وكله متسجل هنا. حد يشيل السيسي اللي صاحبني ده عشان انا مناضل. ايه الصوت ده؟ وثوري وعيب. انا لما قلت عايز عادل رأفت لازم تسأله انا مين. مفتاح. مفتاح. مفتاح بالحضن يا ابن فريان.
انت يا استاذ. نعم. مش هتنفع. هو انت كل ما تشوفي خليه تقولي مش هتنفع؟ مش هتنفع. لا هتنفع، بس هتنفع في حاله واحده بس. انك تعملي اللي قلت لك عليه. ظبطيها؟ ظبطتها. لبستيها؟ لبستها. انتكتيها؟ ايوه. اوكي دخليها. انت اللي جبته لنفسك. يعني انت اللي جبته لنفسك. انت ناوي على ايه؟ ادخلي يا شربات. يعني ايه دي؟ ما تستهبليش. زيزي يا زيزي. دستور. نعم؟ دستور. دستورك معاكي. هي بالظبط هي. بقول لك ايه؟ ايوه. لا 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 لفي. الف لا. علشان عايز اتفرج. لا لا هواني فرجه ولا بتقول لي الف عشان يا راجلين؟ هي بالظبط هي. باكينام. مين ده اللي بتنام؟ لا مش ايه الحلاوه دي؟ ايوه الست زيزه جابته لي. ايه الشياكه دي؟ ايوه الست زيزه جابته لي. ايه الجمال ده؟ الست زيزه جابته لي. جابتها لي. دي حاجه عظيمه. ايوه. منتهى الشياكه. ان شاء الله يخليك يا باه. بس عايز اسالك سؤال يا شربات. ايوه. ايه ده؟ دي تمسك مني بتراس. تمسك منك بتراسك؟ ايوه يا باه. مش لايق يا شربات. مش حلو يا باه. مش قوي يعني. يعني هشيله. يا ريت. بس انا يعني لو شعري هايش ولا حاجه. لا 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 حلو 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 جميل. بس تعالي قولي لي ايه ده؟ مين كان بيلعب كوره هنا؟ كنت هقع. قولي لي. ايوه يا باه. رحت لزيزي؟ ايوه الست زيزي قالت لي اطلع عشان اقول لك الناشيه بتاع. تقولي لي ايه؟ الناشيه. الناشيه؟ ايوه يا باه.